ففي 30 من يونيو عام 2016 وقع كل من الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ونيابة الأنباء إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بروتوكول تعاون بين الجامعة والمركز بين العراقة والحداثة. الحقيقة مبادرة غير مسبوقة في جامعة عين شمس تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ونيابة الأنباء إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. حضراتكم ما ادخرتوش جهد ولا وقت ولا أي حاجة، كل الطلبات كانت متاحة لينا. الحقيقة حسب الإحصائيات العالمية مصر موجود فيها 16% فاصل 0.2% من الشعب عنده ضعف في السمع أو فاقد السمع، ودي نسبة كبيرة جدا بالنسبة للعالم. فإحنا فعلا محتاجين نسند أولادنا في هذا الموضوع، ولو سندنا أولادنا هنقدر ونستطيع فعلا إن إحنا نطلع مجتمع متكامل، إن النسبة الكبيرة دي لازم تشارك المجتمع، وفي منهم أولاد ليهم مواهب خاصة.